سئل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيهما أفضل في قيام الليل، أن تكثر الركوع والسجود أو تكثر قراءة القرآن؟ فأجاب إجابة عجيبة وله سابق وسبقه كالإمام أحمد وغيره والحسن البصري. يختلف الناس، انظر أين تجد قلبك. دائما يجاوبون بهذا الجواب كالإمام أحمد والحسن، حيث تجد قلبك. إذا كنت تجد قلبك في قراءة القرآن والتدبر والتأثر فأطل القيام. إن كنت تجد حضور قلبك بكثرة السجود والراحة في السجود فأكثر الركوع والسجود. سمعت أحد طلاب العلم يقول: والله إنني أسجد وأجد من اللذة ما لا أجده في شيء حتى تتخدر يداي من لذة تلذذه بالسجود. وبعض الناس قد لا يجد هذه اللذة، يجدها في القراءة، يكرر آية. فهذه قاعدة جميلة في العبادات، حيث تجد قلبك. بل قيل للإمام أحمد وقيل أحسن: أين يقف الإنسان في الصف؟ ما قال خلف الإمام. صح، السنة تقف أقرب ما تكون إلى الإمام، لكن إذا كنت تجد قلبك في طرف الصف، حضورك طرف الصف أولى من الوسط، فاذهب إلى طرف الصف. قد تحف عوامل معينة يجعل الإنسان أكثر راحة، لأنه يقول مثلا: لو صليت خلف الإمام ربما هناك من يرقبني ويتابعني وأخشى على نفسي. حيث تجد قلبك. فالله جل وعلا يكتب لنا من الأعمال حسن العمل، أيكم أحسن عمل. ولذلك قال هنا في قصة: إنا كذلك نجزي المحسنين.